عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، هذا هو موجز الأنباء. حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أهالي إقليم النيل الأزرق لاحتوائهم جميعا على السودان طيلة القرون الماضية بقيمه وإرثهم الباذخ، مؤكدا أنهم لا يزالون حاضنة أمينة للقوات المسلحة. وقال لدى تشريفه ختام مهرجان الرماية العام 57 بمنطقة جبل جرجدة بمحلية باو أمس إن ما جرى من أحداث مؤسفة في المنطقة خلال الفترة الماضية كان سحابة صيف ستنقشع قريبا ولن تحدث مرة أخرى، معلنا أن نزع السلاح بين المواطنين سيبدأ تدريجيا. وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستدعم التوجه الديمقراطي وكل الخطوات التي من شأنها أن تخدم هذه الغاية، وستظل قوات قوية محترفة تباشر مهامها بعيدا عن السياسة. وأضاف أن ما جرى توقيعه من اتفاق نأمل أن يخرج البلاد من الأزمة الراهنة. وفي ذات السياق قطع البرهان على أنه لن يسمح بتفكيك القوات المسلحة، داعيا القوى المدنية إلى أن تنصرف إلى ترتيب أحزابها وتنظيماتها السياسية. وبشأن التعامل مع القوى الدولية والإقليمية قال لن تملي علينا أي جهة أو سفارة ما ينبغي علينا القيام به، مشددا على أن هناك خطوطا حمراء غير مسموح بتخطيها. وخلال مخاطبته مهرجان الرماية 57 بالنيل الأزرق وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان شكرا خاصا لجمهورية جنوب السودان لاستضافتها لعدد كبير من نازحي الإقليم خلال الفترة الماضية، كما شكر الدول الجوار الإقليمي خاصة مصر وإثيوبيا وتشاد. وانتقد البرهان الاتهامات غير الموضوعية من بعض الجهات للقوات المسلحة بتجنيد مرتزقة لزعزعة استقرار بعض دول الجوار، مؤكدا أن ذلك ليس من شأن القوات المسلحة وإنما هي قوات مستوفية للمعايير الاحترافية وينبغي ألا تكون هدفا للمكايدات السياسية من بعض الجهات. وضمن البرنامج المصاحب لزيارته لولاية النيل الأزرق افتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان افتتح مقر قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية بجانب أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بقيادة الفرقة الرابعة المشاة، كما شهد توقيع الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين مكونات إقليم ولاية النيل الأزرق. إذن مشاهدينا الأعزاء هكذا انتهى موجز الأنباء، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.